الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بزاء الله تبارك وتعالى بانجلنا على نعمه تترى وينجري بجندر ظاهرة وباطنة ويلواكن بتلبواكو جزاكوك سبع الله عز وجل السيبين جلني من بكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيبتي والنيك بزنم وكتع الله تبارك وتعالى. نعم، ما زال الحديث موصولا ومستمرا تشاقين دماس بإذنه تبارك وتعالى مع هذه السلسلة المباركة نول جقر وفي وتزت تامبلا نالوه وكفاينا الله جل وعلا جات جه إلى ما وصلنا بك وتتوسي تحت عنوان لنوم توقو قام بكلمات قرآنية تفهم خطأ مويبي بقام بيوغين دو سيسين كان مقرآن نغا موانا واتو بفون لبوا نبي كوليبوا مو إنسوبي كوبامو كوبادو. ولهذا جاكوي سانغانغا أبامو كوباكد بفي موابو الله جل وعلا بيستولا نبو علمو nga batwala obuvunaanyizibwa okubeera nga ebigambo ba biwa amakulu bal nga bagezaako okubeera nga batutuusaako amakulu gaabyo amatuufu okuva mu bamufassirun qadiiman wa haditha. Wa bil amsi alqarib, omulundi ogwasembeeyo biidhnihi tabaraka wa taala, twatambulidde ku kigambo kitwalabye ekyajja mu aya y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala egamba: idhan la adhaqnaka dhaifa alhayati wa dhaifa almamat. Wa shahid, nane ekigambo kyabadde dhaifa dhaifa, netulaba amakulu gaakyo biidhnihi tabaraka wa ta'ala, wala uridu atikrar. Walyawm insha allah tugenda kweyongerayo nga mukadde waffe bwe yateekateeka الشيخ عبد المجيد السنيد غفر الله له ولوالدي في هذا اللقاء السادس وأربعون من السن كان الله في قلوانا ومكاقة الله عز وجل يقامب في مصورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك مؤاين. وهذه الآية معروفة عند الجميع، أي من يكدوير يا بسنقوب ونجمف، بل ربما نقرأها تنزنو كبيران تجسما وبو كبيران قد سمعناها تجولد من بعض القراء وكبن بسم يابم nga khususan ayinu Allah tabarak wa ta'ala kama kala ba'ud al-mufassirin nga bamu kuba mufassirun abavunuzi abibi gamba biya wajtibu Allah subhanahu wa ta'ala ka al-imam ibn Kathir rahimahullahu ta'ala buyari alaga kutafsir fi hadhihi al-aya ya gamba anti qawlu wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak Allah أمر له بالقيام. أما كل الله عز وجل يلي على قرون بك محمد صلى الله عليه وسلم وكبير أنت أستكوب الدويتر بعد المكتوبة والفنم للصلاة إزتيك نجتقيزا أنت كالي كتيك كن بك صلى الله عليه وسلم وسنزلكم بمفسرون وكبير أنت يوم بك صلى الله عليه وسلم كتيك كن يوم كبير أنت الصلاة إيتر أجسالة نغا بفونزي وبلغابم كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة نغا بجسان غم حديثي في صحيح مسلم إبكو أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل
ومبك أبو يابوز وانت أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة صلاة سينغو برونج إبي ولفنما لويز التيكا وبا ولفنما لويز الله زي لالي كما قول التانو قال صلاة الليل مبك نابدان قائم وكنا بقامب الصلاة يتشلو ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل فإن التهجد ما كان بعد نوم كما قاله علقمة رحمه الله تعالى قوجه السنة الله عز وجل يرقل أمبكى صلى الله عليه وسلم ألبن يمال الصلاة زدتك أمبكى برنغستك إيشلو نجيرا كبيت التهجد كيشو منتو كابيران أصوصي كويبكك ألبن يمناستك نابيرانغ أسال نجا ولناسانغ علقمة رحمه الله تعالى يومكوبا مفسرون أمانيك الدواء وهكذا نمبا أئمة بكبار التابعين ومولي إبراهيم النخعي والأسود وغيرهم من المفسرين قبل قائم بريفة نقنكو ويتبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إلى وبالمناسبة وجسان قانتي كآية ينيني ومن الليل فتهجد به نافلة لك نقا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ويلا أبو نولان قال كآية يقام بانتي الله عز وجل يلقل بك نامو قام ومن الليل فتهجد به أي صل به في سائر أوقاته بيرانغو سالا مبدو سيقال نافلة لك أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر أما كلو انتوكو سالا كوكو مبدو ويشلو الصليو بيرانغ الله سبحانه وتعالى أجفد دينغ نيونغ زجولي مكبير أنت الله يونغلو كستلا نو كبير أنت الله قفلا وبين كسكولميا ورفع الدرجات بخلاف غيرك نقول أنت الله سبحانه وتعالى كسكول ميا أمدالا وكواو كانكو نابس قالد فإنها تكون كفارة لسيئات سيجو شكاني الله كبير أنت أكجاكو إبيونونو ويحتمل أن يكون المعنى نجريشو كبير أنت تنولي ويحتمل أن يكون المعنى نجيرا مجتغيري بوامكو يكبير أنت نعم أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين أنت الصلاة تانوزو الله عز وجل يزيد عليك كقوم بك نابك كريزة بخلاف صلاة الليل هكذا قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كآين ينيني يتوليك ومن الليل فتهجد به نافلة لك كما قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي نافلة نافلة أي زيادة في العلو والرفعة لك أما ما قولوا أنت الله يلي أتلقى مكبير أنت الله يبير أنك الصلاة يتلاجي فولانك زيادة في العلو والرفعة لك يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلا تشيري أنت وليس تشيرينتي أما كل وليس المراد أنها نافلة أي مندوبة وغير واجبة عليه إذ إن التهجد واجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جمع من العلماء وعلى القول بعدم وجوبه عليه تشيرينتي أنه الله تعالياتي جيزم آيئيو أنتي الصلاة يشلو يتكاكم بك محمد صلى الله عليه وسلم أكسن زلانك نعم بعلما بمو وبلبا نينغا اتش جامبو اتش سيمبر الدوكو بيران تشيش توفو تسي التيكا فمعنى الآية أن التهجد زيادة رفعة إذ لا سيئات عليه الله تيالاقين ديرامو وكتولاقا تكويكو بيران تي يلي نيونجزا صلاة إلي كريزا إزت تيكا نوكبير أنت الله سبحانه وتعالى يجفولا مكبير أنت يونجروك ستلوم بك محمد صلى الله عليه وسلم نوكم سكولوميا وبيتون دي بسكري دي بارك الله فيكم يسون قالوا أتو جسانك
nchoku imira kumbaka sallallahu alayhi wa sallam obudobwe.